الله من حكم عمنا، وراح نبتدي فيها مسيرتنا مع الألقاب والألفاظ والأمثال الكويتية الشعبية. تفضل عمي، ما هو اليوم خاطرتك الشعرية شنو هي؟ يا أبا الهول، طال عليك العصر، العصر عمرت بالأرض أقصى العمر، تسافر منتقلا بالقرون، فأيان المستقبل، متى تستقر؟ كلها تسافر تسافر. يعدل هذا صح عن صح. أبو الهول هذا. وشنو عن الحركة يقول لازم شنو؟ يقول أبو الهول زاد طال عليك العمر، صار عمره وايد. الله. وكان يروح يحشون عنه وايد 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 معروف. وطولقته بالأرض أقصى العمر، يوصل 100 يقول فوق. الله سبحان ما شاء الله. وبعد يقول تسافر منتقلا في البلاد. شنو يقولون عبيره؟ ما أدري مقصرينه. عاد يقول تنتقل بالبلاد. وكأنك ما ادري شنو عاد نسيت انا الشعر. زين عمي، نبي ننتقل وياك من الحديث الشعري الى حديث الكلمات الكويتيه، اللهجه الكويتيه. لاحظت باللهجه الكويتيه كلها يستعملون كلمه من صدقك، من شا عفوا من شاف وجهك، من صدقك يعني من قال لك يعني اي كله يحطون ولا كلام كذي. الله من صدقك هاي كلام طالع منك تمام متاكد منه. صح كله يستعملون من من صدق. وبعدين مثلا من زمان ما طليت علينا من زمان إيك يعني يستعملون كلمة من بعدين من نباهتك من نباهتك. صح صح. من ولده من ولده كل من من إيه وايد المن إيه صح هذا. ولاحظت عمي بعد يستعملون كلمة على على طريف على الهبني على الهبني. اي والله حلو على الهبني صح. اي والله على على صح على الهبني على الهواء مباشرة. اي والله. زين عمي اكو كلمة تو كويتية قلتها تقول فلان او فلانة عمشة. عمشة اللي عيونها صايبة الرمش. هذا ايش يسمونه؟ الرمد الرمد. الرمد اي والله. وهمش. ماشي ما تشوف يترصق عليها ما صح صح. وهمشة. همشة بعد ما ادري يمكن همشة اللي يقصدون اللي فيها فيها شوي. وكمشة. قلنا مش كلهم منمش وثيب. لا كمشه 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 جديع. قالي كمشه جديع اي صح. زين عمي شنو معك كلمه كويتيه يستعملونها؟ كورم خلبص. كورم خلبص يعني هذا عصبي وحار. هذا صعب صعب عصبي وحار. عين كورم تخلبص وعندك ملخياط ملخياطه وذي وين شلون تسوي تقدر تسوي ما صمنديقه. الله صمنديقه يعني بس منظر كذي يعني سامان يعني منظر. بس تطلق عليش على الشخص لما يقول سمنديقه يعني انه ما منه فايده. ما منه فايده انت سمنديقه بس كذي عارض نفسك شكل فاهي. ها فاهي ساهي فاهي فاهي يعني بارد بارد ما يدري وين الله قاطه. ما شاء الله بالعافيه عمي. وانت تشرب يقولون فلان يبربع ولا يكركع؟ دعدع. اي ما شاء الله. فلان خرخاشة أو مثل الخرخاشة يعني عقله خفيف. لا يقول هاي اللي اللعبة اللي فيها فيها حصم ولا شيء تقر تقر وهي معدنية فيها خس ما شنو وعوعو خرز ذي وعوعو هذا العوعو من البحر. صح نجم البحر. الله شوفوا شي صاير نجم البحر. صح ما شاء الله. شو عمي يعلمكم الحركات والاشياء يشبه. زين حطوا الدامه يقول فلان سمى الدامه يعني حطني بس دكزوره مو ما يعتمد عليه. زين شو الفرق بينها؟ لا يضطر وحطوا ايش معنى شو الفرق بين حطوا الدامه وممشت زفر؟ لا عاد مشاشه زفر هاي مو زين. لا عنتريش. ها عنتريش عنتريش هاي مسوي روحها عنتر يعني. وحنتريش بالحاء كلها عنتر ومعديش عنتر يعني عنتر. والمره يقولون سعلوه. سعلوه اي عرفت سعلوه يعني معروف هاي سعلوه مثل عليه على الساحل. اي ليش المواصفات السعلو نفسه السعلوه؟ سعلوه هو شيء تخيلونه مخلوق. هو السعلو الثعلب. لا الثعلب الثعلب الانسان. السعلو شنو؟ سعلو الانسان.
طويل. اي بس تشبيها في السعلو، والسعلو يا الثعلب يا الذيب، ما ادري. اي ما ادري. لا هو عمي عمي قصده يعني مثل مثل طنطل مال الاول بالظهر. اي هذا خيالي هو. اوكي. هو خيالي. شخصية خيالية. هو خيالي. اوكي. قرقاشة. قرقاشة يعني هذا خرخوتي شي يمكن قرقي مني ومني 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 تعتب لا تاخذ من عتي هذا قرقاشة كل مكان يروح يقول هالكلمة. بو هبة. وهبه اللي بو ها عنده هبه يعني فاجئ يضيق عندك يقعد كذي يقعد تالي بعدين ما تشوفه بالديوانيه ابوي وهو اول عندك عشر عشر. بدلت. ها بدلت. بدلك. بدلت. بدلك. بدلت. بدلك. لا بدلت. 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 اول مره نسمعها. مصدق عمره يعني مصدق هذا يعني هذا يعني يصدق هاي شاف عمره يعني شاف هذا كل شيء مصدق عمره انه شكله يسوي وانسى هو كانسان يسوي كذي ما يسوي شيء ما عليك منه يخربطه. نافخ ريشه. نافخ ريشه تسوي روحها يعني عنده. سبع سبع البرمبه. سبع البرمبه هو الاسد يعني طالع مسوي روحه اسد. سبع البرمبه. مهوي. مهوي مهوي رايح هذا. كلمه تيبه وكلمه طاب من علو. إيه. كلمة تيبة وكلمة تودي ما لا راي يعني مخضغط إيه هذا كلام مطرطش مطرطش إيش هالعبو إيش هالعبو إيش هالخرابيط الكلام الغلط الكلام إيه لا حتى يستعملوا إيش هالعبو إيش هالزين إيش العبو العبو يعني العبو هو النمل النمل صح إيه النمل يقول لك العبو العمو نمل. يعني الكبير هذا الأسود ليه الأسود الكبير والله شوف المعلومات زين خلاص يقولون فلان حمامة مسجد هذا رجال دين كل وضوء وكل فرض يدي بالمسجد ما يصلي إلا بالمسجد ما يصلي بالبيت إلا ضرورة كلك لقمة كلك لقمة أنت كلك لقمة يعني كلك أنت الحين صاير كبرت وضعفت وصغير مثل القمة ينقعم وينحني كذي مثل لقمة بعد هم تركض ورا الدنيا هذه يقول لي صرت لقمة وأنت تركض ورا الدنيا استريح حقا نقولها حق أي واحد من الناس إذا صار شيء طماع بالدنيا ويركض إيده ناشفة بخيل بخيل الله إيده ناشفة بخيل ما يندي يقول ما يندي ما يندي إذا بخيل صامل صامل إيه يعني مسك مسامة تروح سامل روح متحمل يعني إيه متحمل إيه صامل متحمل شذي معنتر معنتر شيء الله زين زين عمي انتوا الاول كان الكلام ويطلع وياكم يعني اللي هو اللي على قولتهم مزاح وضرب رماح يطلع وياكم بالزعل بالعصبيه ولا بالقشمره ولا كله يصير قشمره ويصير بهذا صح يعني اللي بقيت تقشمر على واحد تقشمر وياه كذي تقول له ها فلان انت وين اليوم وين جايبتك المايه لايث علينا اليوم الله عاد يزعل يقول انا شنو لايث عليكم انا اسمك واللي لايث يعني اللي شلون اسمك اللي تي على الماي على اللوك تروح كذي عرفت شلون تلوث يعني كل يوم الناس يجون ياخذونها هذا ومرات لا حتى يستعملون تو ما المجلس تنور المجلس اي هذا يعني انت شرفتنا يعني بيتك اي والله هذا محبوب يعني مرحبين صح هذا تمام صح ما شاء الله عندك الله وبعدين مرات يقولون المهلي ما يولي المهلي اللي ما يولي انت المهلي هو اللي يرحب ويحترم الناس وذي هذا ما يولي ما يروح شمعة الجلاس يعني يعني عنده جمعته بحلاج الناس دائما يمدحونه ويتشكرون منه صح ومرات يقولون فلان ما بين فيه الطيب يعني هذا من قعدرنيخ نقول ما بين فيه الطيب يعني مهما ما عملت له انت ما يبين فيه من كر حسنة يضربك مثل حية يقرصك هذا نقول من كر حسنة يعني من كر حسنة من كر حسنة كلها مذيلي على شيء تعبير واحد مرات يقولون فلان خاب عليه المنصب هذا أكبر منه يعني خاب عليه يعني مثل اللي واحد لابس دشداشة كبيرة ولا يقدر يمشي جي ويسحبها وكذي هذا خاب عليه وهذا حطينا فيه بس أكبر عليه كبير عليه ما يفهم ولا يعرف يعني انتقاد أرجوه صح يعني بعدين الله حتى باللهجة الكويتية عمي يستعملون ال الشرها علينا
مثلا مرات العفو منك ال يستعملونها شرها علينا شرها علينا يعني يعني شرها علينا احنا نلوم نفسنا اللي جينا مثل وجينا عندك وهذا يعني احنا نلوم نفسنا لان احنا اللي غلطانين ومرات اذا عصب يقول مستسبع علينا انت اسمع سوينك روحك انت سبع علينا وانت دياية محمد ما يصير صح شفتهم وبعدين هم كان الريال ينادي المره شنو يا مره ها يعني مثل ما يقول يا حرمه اولا يا مره وبعدين اذا لها اسم يصقره مثل اذا نوره يسموها نوير الله اذا مريم ما يقول مريم عشان هو موضي تصغير ولا هو اسم نفسه تصغير مال شنو موضي تصغير يعني عنده يعني منيره موضي يعني ما ولا يعني مو يعني مضاوي لان اكو مضاوي ايه مضاوي يمون عليه فيقول له انت شنو نوير مريوم صح حصوه وين حصوه حصته ايش حصته فهذا تقصير يعني ملاطفه ومشاغبه يعني مشاغبه عيوني الحرم الحديم يستعملون كان اول عيوني يعني انت عيوني هاي تقدير يعني صح يا هلا ومرحبا انت يا عيوني ما تقصر انت عيوني ليش هذه اوراق مع مدحهم حلو ماكو عدل صح انت مثل ما يقولون عمود الخيمه انت اي كذي عدل وكانوا يعني كانت الابو شنو ينادونه يبا يا يبا اي يا يبا الوالد كان ابو يعقوب سيد الربع ما يحب لازم بابا يا بابا احسن يا يبا والجد يسالون يدي ها يدي الله قول له يدي او ابوي العود اي ابوي العود ولكن لا تتكلم تقول له يدي ما تقول له ابوي العود تقول لا هذا اللي قالوا فلان تقول انت ابوي العود منصبه يعني مكانته هو ابونا العود بس لقيت كذي تكلم وياه لا والله تقول يعني هذا وفي مثل يقول الخال خلي والعم ولي العم الخال خلي والعم ولي يعني الخال ما هو يتحمل مسؤوليات اذا عندك خال لا تعتمد عليه اعتمد على العم اللي انا قريب من الابو هذاك قريب من الام ما يقوم فيه ولكن قريب الابو يقوم فيه وكانت جدتي الله يرحمها حسين تقول لي نسيبي يا قلب سيبي تقول ولا عاستك للنسيب تقول يعني النسيب انك انت احسن ما تعتازه اي والله تقول كذي يا على تدري مشاغبات يعني على اللي يضحكون على ذي اللي ما يقومون عدل اللي ينتقدونهم وهذا واخر شيء نختم اكو مثل يقول كل من بعقله راضي كلنا راضي يعني كل بعقله ومنطقه وحالته وكلامه شلون يسوي راضي وضع راضي بوضع اليوم صح ما ينتقد على قولت يا ذات محسن القاضي راضي المفتي ليش شفت شكرا ايها المؤرخ الكويتي ابو احمد السيد هاشم السيد بدر السيد احمد السيد صالح السيد رجب السيد احمد الرفاعي الكبير شكرا طلع